جرى اليوم اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة. وخلال الاتصال اطمأن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على صحة أخيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وأعرب عن صادق التهانيه بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن سالما معافى، داعيا الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والسلامة. فيما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة على مشاعره الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والسعادة. كما أعرب سموه عن اعتزازه بما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من روابط المحبة والأخوة، متمنيا لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار. كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة خلال الاتصال الهاتفي عن شكره لمملكة البحرين على ما قدمته من رعاية متكاملة للمواطنين الكويتيين المتواجدين بالمملكة واهتمامها الكبير بالحفاظ على سلامتهم، متمنيا سموه دوام التقدم والازدهار لشعب البحرين.